السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم معايا من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى لنا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش دائما تضغطوا على زر الاشتراك الا ما كنتوش مشتركين في القناه. ما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم، بلي كومونتير ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم. يلا بينا نبداو في التطبيق. غادي نبدا نخدم في الغريضات ديالي. هنايا ندخل البره هنا في الوسط كما كتشوفوا بحال هكا، ندخل البرا ديالي هنا، نعاود ندخل البرا ديالي في نفس البلاصه هنا نيت دا هكا، ونخرجها البرا ديالي. الخيط ديالي غيكون ضاير على البرا بحال هكا، نجر ونجي هنا ندخل البرا بحال هكا، نجي هاد البلاصة هنايا حدا هاد الغرزة هنا، ندخل تاني البرا ديالي هنايا كيما كتشوفو بحال هكا. غنجي هنايا ندخل البرا، خلي شوية ديال المسافة بين الغرزة وختها هنا باش تجيكم شوية محلولة من الفوق هنا بحال هكا. وندخل البرا ديالي، نجي هنا حدا نفس حدا الغرزة نيت حدا الغرزة اللي سبق ليا خرجتها قبيلة هنا، نعاود ندخل البرا ديالي حداها هكا، كنخلي بشوية ديال البلاصة عاد باش كندخلو البرا. هنا كنخرج البرا ديالي قبل ما نوصل الاخر ديال السطر. هنا كندور الخيط على البرا هكا، نجي هنا هكا، ندخل البرا ديالي تاني حدا هاد البلاصة هنايا ونخرجها هنا، هكا كنزير الخدمة ديالي عاد باش كندخل البرا هكا. نجي تاني هنا هكا، نعاود ندخل البرا هنا، خلي بشويه ديال المسافه بين الغرزه والاخرى هنا هكا، وكندخل البرا ديالي خلي تانية شويه ديال البلاصه الغرزه شويه كتكون باينه بحال هكا. غنجي هنا نفس الشيء غادي نديرو بحال هكا نفس الشيء هكا، وندخل البرا ديالي كما كتشوفوا هنا نفس الشيء نفس الغرزة بحال هكا. خرجت تاني البرا في الوسط هنا هكايا، وندخلها هنا هكا، وندخل البرا ديالي في التوب. ومراه الغرزة دابا راه باينة غرزة السنبولة كما قلت لكم، راه الغرز كلهم هاد الغرز وغرز اخرين كلهم درتهم لكم في القناة، ما عليكم الا تدخلوا فيديوهات القدام راه تلقاو كاع هاد الغرز هادو اللي كنخدم بهم دابا ساهلين في الدروس تلقاوهم هكا. كندورو هكا
وكندخل البرا ديالي هنا. خرجت البرا من هنا وندخلها هنا، خرجها هنا هكا هكا، ندوز لهذا ندخل البرا ديالي تاني هنايا ونخرجها هنا فين تلاقاو هاد السطوره بجوج بحال هكا. سهله يعني سهله التطريزه، سهله كما قلت لكم، راه ممكن دار في اف جلابه، ممكن دار في اي حاجه. ندوز دابا لهاد البلاصه ونخرج تاني الخيط ديال البرا ديالي هنا هكا هكا، وغادي نجي ندخل البرا هنا. المهم غادي نكمل بهذه الطريقه، غادي نكمل كاع العروشه اللي عندي هنايا. كندخل البرا منين خرجتها بحال هكا، كنخلي واحد شويه ديال البلاصه. المهم خذوا غير نفس العبار، حاولوا ديروا نفس العبار في كل يعني في كل سلسله عفوا. هكا ندخل ثاني البرا في نفس البلاصه ونستمر بحال هكا. نوريكم غير كيفاش غندير في هذه البلاصه هذه. هاد البلاصه هادي غادي ندير بحال هكا، وغادي نجي هنا ندخل البرا ديالي بحال هكا، ونبدا تاني الغرزه ديالي عادي ديال السلسله نتوما بحال هكا. نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الطول اللي عندي. غادي نجي دابا هنا نخرج البرا ديالي هنا هكا هكا، وغادي نضرب غرزه هنا هكا. نجي نفس الشيء هنايا هاد البلاصه، ونضرب غرزه هنا، كنظن راه الغرزه باينه راه ساهله. نفس الشيء غادي نديرو كامل هاد البلايص هادو اللي عندي في الورده هكا. نجي تاني هنا هكا، صافي. غنجي دابا لهاد الوسط هنايا، وسط من الورده، ندير بحال هكا، ندور البرا ديالي على الخيط ثلاثه د المرات وندخلها هنا هكا. نخرج البرا ديالي عادي هكا، نجي هنا نفس الشيء هكا. منطلقوش هاد الخيط حتى تشد لينا العقده بلاصتها هكا. غنجي دابا هنا لهاد الوسط من هادي حتى هي حتى هاد البلاصه، نضرب فيها ندير فيها عقده بحال هكا بحال هكا. من بعد ما كنسالي التطريز ديال غرزه العقده الفرنسيه كتجي الرشمه ديالي بحال هكا. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلي بارطاج ديالكم، ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع احبابكم، وما تنساوش تدعموا القناه ديالي بلي لايك ديالكم بلي كومونتير ديالكم. خليت لكم الهنا والراحه، وتهلاو في يوسكم. بسلام عليكم.